اوكي ناو ليتس كونتينيو. الان يا شباب دعونا نكمل موضوعنا عن مواضيع البرنترز والسكانرز واللان. اوكي ناو ليتس توك اباوت ذا سكانرز. الان سوف نتحدث عن الماسحات الضوئيه. اوكي ناو ذا سكانر تيبيكلي كرييتس ان ار جي بي ايمج ذات كان بي كونفرتد انتو ايمج فورمات سوتش از جي بي تيف بيتماب اند بي ان جي. الان تقوم الماسحات الضوئيه بمسح الصور اوكي او الوثائق، وتقوم عاده بانشاء صوره ار جي بي ريد جرين بلو، والتي يمكن تحويلها الى تنسيقات صور مختلفه اخرى مثل الجي بي اي والتيف والبيتماب والبي ان جي. Okay. Now, some scanners can create text documents using optical character recognition OCR. الآن تمتلك بعض الماسحات الضوئية برامج يمكنها من إنشاء مستندات نصية، وذلك باستخدام برنامج التعرف الضوئي على الأحرف اللي هو OCR. اوكي اذا تقوم السكانر بمسح دوكيومنت كصوره او كصوره ومن ثم تحويله الى تكست، بس بشرط وجود البرنامج الاو سي ار. طيب ناو ريزولوشن اوف سكانر از ميجرد ان دوت بير انش دي بي اي. الان يتم قياس دقه الماسح الضوئي ريزولوشن اوكي بالدوت بير انش، بوحده الدوت بير انش، وحده النقطه لكل بوصه اوكي، ويرمز اليها بالرمز DPI. Now, like printers, the higher DPI, the better the quality of the image. الان مثل البرنترز، كل ما كان DPI اعلى، كل ما كانت الصور اللي بنعمل لها، كل ما كانت عمليه الصور التي يتم الحصول عليها من الماسح الضوئي، كل ما كانت ذات جوده اعلى. Now, interfaces and cables used for scanner are typically the same of those used for printers. Parallel USB, CSI, and FireWire. الآن عادة ما تكون الواجهة والكبلات التي تستخدم لربط السكانر بالكمبيوتر هي نفس المستخدمة بالآلات الطابعة بالبرينترز، مثل البارلل بورتس واليو اس بي والSCSI والFireWire. اوكي ناو وات ار ذا تايبس اوف سكانرز. الان راح نتكلم عن انواع الماسحات الضوئيه. الان اول نوع ذا فيرست تايب از اول ان وانز سكانرز، اول نوع اللي هو عباره عن ماسحات الضوئيه الكل في واحد. ناو all in one device combines the functionality of multiple into one physical piece of hardware scanner printer copier and fax. الآن يجمع الجهاز متعدد الإمكانات بين وظائف الأجهزة المتعددة في قطعة واحدة من الأجهزة المادية، وهي السكانرز الماسحة الضوئية، برينتر الطابعة، الكوبير والفاكس اللي هو الناسخة والإيش والفاكس. Now, normally these types of devices are not expensive and easy to configure. إذن بالغالب هاي عادة هذه الأنواع من الأجهزة ليست مكلفة وسهلة التعامل معها. أوكي لكن unfortunately there are usually not designed for a heavy use and a single problem can affect the all the functionality. الآن عادة هاي الجهاز اللي هو عبارة عن all in ones عادة لسوء حظه لا يمكن تصميمه للاستخدام الكثيف، وبالتالي يمكن أن تؤثر مشكلة واحدة على جميع الوظائف، وبالتالي إذا تم يعني مثلا إذا ممكن قطعة واحدة تتلف، وبالتالي كل هذول الأربع أشياء ببطلن يعملن بشكل صحيح. أوكي هاي اللي هي all in one. النوع الثاني الفلات بيد سكانرز. الفلات بيد سكانرز often used to scan books and photographs for archiving. الماسحات الضوئية المسطحة، اوكي ماسحة الضوئية المسطحة غالبا ما تستخدم لمسح الكتب والصور الفوتوغرافية لتم ايش لعملية الأرشفة. اوكي now image is acquired by placing the document face down on the glass.
اوكي، يتم الحصول على الصورة عن طريق وضع المستند أو الكتاب على الزجاج. اوكي. The scanner head lies beneath the glass and moves along the item, capturing the image. اوكي، يقع الرأس الماسح الضوئي تحت الزجاج ويتحرك على طول العنصر مما يلتقط الصور. اوكي، now the glass should be maintained cleaned and protected from scratching. الآن يجب الحفاظ على الزجاج، يبقى نظيف ومحمي من الخدش بشان عملية المسح لما تتحول إلى صور ما يكون فيها أي مشكلة وتكون واضحة 100%. Okay, now the next type of scanners is handheld scanners. الـ handheld scanners الماسحات المحمولة. Okay, handheld scanner. الماسح الضوئي okay المحمول. A handheld scanner is a small and portable. Passes the scanner head across the surface you want to scanner. When you want to scan an item larger than the head of the handheld scanner, you must make more than one pass to capture the full image. الآن الماسحات الضوئية المحمولة هو صغير ومحمول، يعني بإمكانه تمسكه بالإيد. مرر رأس الماسح الضوئي عبر السطح الذي تريد مسحه ضوئياً. أوكي؟ عندما تريد مسح عنصر أكبر حجماً من رأس الماسح الضوئي المحمول باليد، يجب عليك إجراء أكثر من تمريرة واحدة لالتقاط الصورة الكاملة. أوكي، next type drum scanner scanners. Drum scanners produce a high quality scanned image, but they are being replaced by the lower price high quality flatbed scanners still in use in high-end reproductions such as archiving photographs photographs in museums. الآن الماسحات الضوئية من نوع الدرام، أوكي، تجي دائرية، أوكي، وحجمها كبير. تنتج الماسحات الضوئية صورة ممسوحة ضوئية عالية الجودة. أوكي، ولكن يتم استبدالها الآن بماسحات ضوئية مسطحة ذات أسعار منخفضة وعالية الجودة كمان. يعني الآن صار متوفر بالأسواق ماسحات عالية الجودة ورخيصة، فبالتالي صارت الناس تستغني عن هذا النوع. لكن لا يزال قيد الاستخدام للنسخ المتطورة، أوكي، مثل أرشفة الصور الفوتوغرافية في المتاحف التي تحتاج هاي ريزوليوشن، اللي هي ريزوليوشن عالية بشكل كبير. Finally, this presentation is based on the following books. جميع الصور والمعلومات الواردة في هذا الشرح يعتمد على الكتابين التاليات: Upgrading and Repairing PCs, this is for Scott Muller, and A Plus Guide to Managing and Troubleshooting PCs, this is for Mike Myers.